دمشق القديمة وفي حي الحريقة المحاذي لسوق الحميدية الشهير، يقع بيت آل مردم بيك الذي يتميز بمساحته الواسعة وبنائه الذي يحافظ على نمط البيت الدمشقي في العمارة والتقسيم الداخلي والديكور والزخارف. بني البيت كغيره من قصور دمشق الشهيرة في مطلع القرن الثامن عشر لأسرة من أثرياء دمشق وأشرافها، وهو ما يدلل عليه الباب المبني من حجر البازلت بعمودين جانبيين يعلوهما قوس نصف دائري معشق بالحديد المطوع. انقسم البيت حين بنائه إلى ثلاثة أقسام: الخدملك والسلملك والحرملك، وما سنراه في هذه الحلقة قسم واحد فقط هو ما تبقى من البيت بعد تقسيمه وتحديث قسميه الآخرين. الطابق الأرضي يختار الأزرق لطلاء جدرانه مما يوحي بالرحابة والسكينة، فيما النوافذ تمتد عمودياً على طول الجدار لتستقطب دفء الشمس شتاءً وتنفتح على عليل النسيم صيفاً. تغطيها ستائر من المسلين الشفاف، وفي الداخل أثاث عتيق ما زال يحمل عبق الماضي وبصمته الجميلة. ندخل إلى البيت عبر فسحة نصف دائرية تؤدي إلى غرفة صغيرة مؤثثة بطقم جلوس خشبي من طراز الإسطنبولي وخزانة تعود إلى القرن الثامن عشر. في هذا البيت عاش الشاعر المعروف خليل مردم بيك صاحب النشيد الوطني السوري، وفيه أيضاً عاش عدنان خليل مردم بيك الذي ورث موهبة كتابة الشعر عن أبيه وأقام في المنزل صالوناً أدبياً ذائع الصيت. الصالون صورة عن البيت، سقف مزخرف برسومات وزخارف هندسية لألوان زاهية وثورية من الكريستال مصنوعة في القرن الثامن عشر. طقم جلوس قديم من الخشب المصدف على النمط الدمشقي التقليدي مع طاولة جانبية.
وخزانة تعود إلى القرن الثامن عشر. مرآة بديعة الزخرفة بتاج مميز يعكس إبداع حرفيي ذاك الزمن وفنانيه. في الأسفل مقتنيات من الخزف الصيني. على جانبي المرآة رفوف من الخشب المصدف المزين برسومات حروفية. يغطي بلاط الصالون الرخامي سجادة عجمية نادرة، يقول أصحاب البيت إنها واحدة من سجادتين صنعتا خصيصاً لشاه إيران. صحن البيت أو الفسحة السماوية هي مركز البيت الدمشقي ومفردته المميزة ويسمى أرض الديار. نباتات وورود وأشجار مثمرة، وفي الوسط بحر ماء تطفي رطوبة منعشة على المكان صيفاً، فيما ينفتح على أرض الديار ليوان يضم جلسات أهل البيت وسهراتهم. وعلى الليوان تطل نوافذ الغرف العريضة والمزينة بزخارف بديعة جصية. في
ثم الرسوم النباتية تزين السقف بألوان زاهية. مرحبا، اسمي قتيبة مردن بيك، برحب فيكم ببيتنا. أنا بمثل الجيل السابع من أفراد عيلتي اللي سكنوا بهذا البيت. رح أشرح لكم شوي عن اللي عم نشوفه هلأ بالكاميرا. طبعا وراي مباشرة في الليوان أو الإيوان باللغة العربية الفصحى، هو المكان اللي بيجتمع فيه أفراد العيلة عادة والأصدقاء والأقارب. أما الأشجار اللي موجودة بالديار فهي هون شجرة الطرنج تقريبا عمرها 90 سنة، شجرة ليمون كمان بالزاوية هون، في شجرة سفرجل كمان شجرة ليمون، طبعا في النارنج والمشمش الهندي. أما النباتات الموجودة بالبيت فهي الياسمين والفل وطبعا الورود الدمشقية. هي الغرفة هي الصالون، تقريبا هي مثل غرفة الضيوف الرئيسية بالبيت. هذا البيت طبعا ما في قاعة رئيسية، ولكن هي الغرفة مثل القاعة بالنسبة لهذا البيت. بهي الغرفة كان في صالون أدبي بزمن جدي خليل مردن بيك، بزمن عدنان مردن بيك أبي. مثل ما شايفين في طقم للجلوس، هذا بالواقع بيعود لحوالي 1880. هذا الشعار هو بالواقع شعار الجيش العثماني. أما صندوق الصداف فبالواقع هذا انصنع بفلسطين، وكان بالماضي في صورة للمسجد الأقصى. الصورة اللي شايفينها هلا هي صورة جدي خليل مردن بيك، وهي تقريبا آخر صورة له حوالي 1957. أما الصورة الثانية فهي صورة أبوه أحمد مختار مردن بيك 1910. غرفة النوم. طاولة زينة خشبية بأسطح رخامية.
وخزانة من الخشب المزخرف بأشكال نباتية وحيوانية. أثاث غرفة الطعام يبدو أكثر حداثة من غيره، وإن احتفظت الخزائن الحائطية بشكلها القديم وكذلك الثريا المذهبة. في الطابق الأعلى غرفة طعام أخرى، خزانة خشبية مزينة بزخارف هندسية مصدفة بينها علم الدولة العثمانية وشعارها. وطاولة خشبية أكثر حداثة يزينها شمعدانان ذهبيان. اللون الأزرق أيضاً يطغى على الصالون الشتوي. وتستمر الزخارف والرسومات على الجدران. وهنا نشاهد مكتب خليل مردنبيك
حيث كتب أجمل أشعاره. وهنا كان عدنان مردن بيك يجتمع برجالات الأدب والسياسة السوريين كما يحدثنا السيد كتيبة عدنان مردن بيك. هذا الصالون الشتوي بهذا المكان مثل ما لكم شايفين جزء من مكتبة جدي خليل مردن بيك. هي المكتبة بتمتاز أنه طبعاً مو هي مكتبة المخطوطات، ولكن فيها عدد كبير من الطبعات الأولى للكتب اللي انطبعت بأواخر القرن التاسع عشر. في شهادة من اليونسكو وهي شهادة الجائزة العالمية الثالثة بمناسبة الكتاب الصوفي. هي جائزة أخذها أبي عدنان مردن بيك عام 1972 على مسرحيته رابعة العدوية. أنا حسانة مردن بيك، بنت عدنان وحفيدة خليل مردن بيك. ومثل ما هالبيت كان فيه رجال مميزين ولدوا وماتوا فيه، كمان كان فيه سيدات مميزات. الحقيقة هالبيت تزخرف مشان خاطر سيدة معينة، هي فاطمة الحمزاوي، بنت نقيب الأشراف بأواخر القرن التاسع عشر محمود حمزاوي. فهي لما اجت على البيت، هذا البيت هو جزء من البيت، بيت العائله الكبير، هاد كانت ثلاث اجزاء، فهو كان له هذا الجزء وما كان مزخرف مثل بقيه الاجزاء، فطلبت انه يزخرفه لانه هي كانت كمان ست مثقفه وبتحب الفنون وبتحب الشعر والرسم. فالحقيقه سمع الكلمه وزخرف لها، ومضى تقريبا عام كامل وهو أفضل الرسامين بدمشق، واللي كانوا يشتغلوا بتزيين الخشب والرسم على الخشب رسموا. وبعد سنة لما وافقت إنه البيت صار مظهره مناسب بما فيه الكفاية قبلت إنه تسكن فيه وتزوجوا. يعني في تقريبا خمس أجيال ولدت وتوفت في هذا البيت، فكل زاوية فيه بيذكر بسببها قصة، وكل قطعة فيه كمان كان لها قصة.
حول طاولة منخفضة من الخشب في جو من الرحابة والأناقة الناهلة من البساطة والهدوء. ولا تخلو الصالة من التزيينات، مرآة فرنسية، لوحة فنية، إضافة للمسة خاصة في اختيار أدوات جميلة مثل هذه الخشبيات.
الطابق الثاني مخصص لغرف النوم، وإليه ننتقل عبر درج رخامي بلمسة فنية. تمثال من الكريستال. في الأعلى لوحة بالخط العربي، إلى جانبها لوحة لفنان أوروبي. غرفة النوم الأولى تأخذ الطابع الإنجليزي عبر سرير عريض بطاولتين جانبيتين خشبيتين وسط مساحة رحبة واسعة. فيما طاولة الزينة الخشبية تأخذ شكلاً هندسياً بزوايا قائمة، وتنفتح الغرفة على غرفة الملابس الملحقة التي تتبع النمط ذاته. غرف النوم الأخرى تميل إلى النمط المعاصر الحديث، سريران واسعان، قطع محدودة لزيادة الرحابة، لوحة هادئة الألوان ترسخ الشعور بالهدوء والاسترخاء. حديقة المنزل التي تحقق إطلالة رائعة على مدينة دمشق تؤكد سعي سيدة المنزل إلى الأشياء الطبيعية. نبتة صينية نادرة وحجر طبيعي له ملمس ولون خاص جلبته السيدة من مكان بعيد ليزين الحديقة، إلى جانب جرة مطلية بالأسود. وفي جانب آخر جسر من خشب. خلفه شلال ماء وفضاء مبني بالقرميد. بين القرميد والحجر يظهر موقد الشواء قرب زاوية ساحرة الجمال.
نعود مرة أخرى إلى الديك الذي يشير إلى الذوق الخاص لسيدة المنزل، ونستكشف إطلالة البيت على الطريق والحديقة الصغيرة وغرفة الاستقبال الخاصة. بحرة دمشقية وزهور. شجيرة برتقال نادرة. وعصفور لا يشعر بالغربة. من الحديقة ندخل إلى غرفة تعتبر غرفة جلوس أو غرفة معيشة تجمع أفراد العائلة، وتستقبل سيدة المنزل فيها الأصدقاء المقربين. في الداخل كريستال وخزانة برسومات يابانية، إطلالة على الحديقة وإكسسوارات. فيما تتألف عناصر الأثاث الداخلي من الخشب غالباً مع صيغة لونية مختلفة، أساسها الأحمر مجاوراً للبني، مما يشعرك أن الغرفة مختلفة عن نسق البيت العام. وإن كان الاختلاف لا يفسد للجمال قضية هنا.
وتبقى اللمسة ذاتها، لمسة الذوق الرفيع التي شاهدناها في زيارتنا لهذا البيت المميز، والتي يشير إليها ديك معلق. Mm-hmm.